السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد وتوقيت إجراء المباراة الودية بين المنتخب المغربي ومنتخب بوركينا فاسو في إطار التحضير لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون التي ستنطلق الأسبوع المقبل، والقناة المجانية الناقلة لهذه المباراة. كان من المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع منتخب الرأس الأخضر الجمعة الماضي بملعب مولاي عبد الله بالرباط، لكن هذه المباراة ألغيت بسبب العدد القليل من اللاعبين المتواجدين بمعسكر الأسود، لذا تمت برمجة مقابلة أخرى مع منتخب بوركينا فاسو هذا الأسبوع. وستجرى مباراة المنتخب المغربي ومنتخب بوركينا فاسو الودية اليوم الخميس 6 يناير 2022 في الساعة 6:00 مساء بتوقيت المغرب. ومن المتوقع أن يتم نقل هذه المباراة مجانا على قناة الرياضية اس دي واش دي.